عم يدرب فريق الاتحاد المدرب معن الراشد في مباراته الثالثة الرسمية مع فريق الاتحاد. يبدأ صافرة المباراة، الحكم الدولي في رأس الطويل من منتصف الملعب، الكرة مع عدي جفال لاعب فريق الفتوة، وتمريرة لعز الدين العوض في منتصف الملعب. عز الدين عوض طبعا هو أحد صفقات نادي الفتوة في الميركاتو الشتوي، تعاقد معه لتعزيز خط الوسط وإنعاش آمال الفريق في المنافسة على لقب كأس الجمهورية، والذي وصل إلى دور الربع النهائي بفوزه على الكرامة بهدف دون مقابل. طبعا عرضية لفريق الاتحاد لكن مقطوعة من دفاعات الفتوة، تعود لفريق الاتحاد توغل داخل منطقة الجزاء لكن مقطوعة من الليث علي، يبعد الكرة إلى رمي التماس. محمد ميدو معه الكرة، علي خليل، علي وعرضية داخل منطقة الجزاء، تصل الليث علي مقطوعة لكن خطأ، خطأ على علي خليل. إذا كنا نتحدث عن عز الدين عوض أحد صفقات فريق الفتوة في الميركاتو الشتوي، أيضا فريق الاتحاد وصل إلى ربع النهائي، فاز على عفرين بهدف دون مقابل، سيلاقي الحرية في ديربي حلب في ربع النهائي، أما الفتوة سيلاقي الوثبة. طبعا تلعب اليوم 6 مباريات فقط من الدوري السوري الممتاز لحساب الجولة الحالية، تؤجل مباراة الجيش والحرجلة لمشاركة الجيش بملحق دوري أبطال آسيا في مواجهة التعاون السعودي في المملكة العربية السعودية. طبعا كل التوفيق لنادي الجيش الممثل السوري في هذه المسابقة، طبعا يشارك لأول مرة فريق سوري في مسابقة دوري الأبطال منذ عام 2011. كرة طويلة من يزن عرابي أقرب لياسر شاهين برأسه لكن تصل لعلي بعاش في وسط الملعب، مقطوعة من علي بعاش، يحصل على خطأ لاعب فريق الاتحاد محمد آلاتي، أول خطأ بالمباراة. ياسر شاهين على تنفيذ الخطأ، كرة طويلة من ياسر شاهين وصلت إلى علي خليل لكن الليث علي يقطع الكرة يبعدها إلى رمي التماس، وهدف أول للشرطة في هذه الأثناء على تشرين، الهدف الأول للشرطة يسجل أول أهداف الجولة فيما تبقى بقية النتائج بالتعادل السلبي. طبعا صياح نعيم هو من سجل هدف الشرطة، للمصادفة هو نفس اللاعب الذي سجل في مرمى تشرين في مباراة الذهاب. الكرة في وسط الملعب، عز الدين العوض، عز معه الكرة، يعكس كرة تصل إلى ولات عمي، ولات لوحده، ولات محاصر، مقطوعة من أحمد كلاسي، أحمد كرة طويلة لكن تخرج إلى رمي التماس لمصلحة الفتوة. عقبة المرعي على تنفيذ رمية التماس إلى ولات عمي لكن طالت على ولات، خرجت إلى رمية التماس عند أحمد كلاسي. طبعا الفتوة في المركز السابع برصيد 19 نقطة من 5 انتصارات و4 تعادلات و6 هزائم، سجل 21 هدف، تسلل على زكريا رمضان، يشهر ثائر قشبري حالة التسلل على زكريا رمضان. طبعا كنا نتحدث عن مركز الفتوة في المركز السابع ب 19 نقطة، سجل 21 هدف، استقبل 23 هدف. من الفرق التي تتمتع بشهية هجومية عالية لكن هناك خلل في خط الدفاع. أما الاتحاد طبعا يحل في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة، 3 انتصارات، 7 تعادلات و5 هزائم، سجل 14 هدف واستقبل 17 هدف. كرة في وسط الملعب تصل لعقبة المرعي لوجود لخطأ، الحكم الدولي في رأس الطويل يشير إلى إكمال اللعب، الكرة مع ولات عمي، ولات يمشي بالكرة لكن طالت على ولات لكن تبقى رمية التماس بحوزة فريق الفتوة. طبعا ولات عمي لعب موسمين مع فريق الوثبة، وصل الوثبة مع ولات عمي إلى مركز وصيف الدوري عام 2019-2020، ولات يلعب موسمه هذا مع الفتوة طبعا طرطقا بعدي جفال يغيب عن مباراة اليوم. طبعا للتذكير محمد زينو تعرض لإصابة في مباراة الجيش أو في مباراة عفوا الشرطة، سجل هدف وخرج بعدها. محمد ريحانية كرة طويلة مقطوعة من عمار المستت، تخرج إلى رمي التماس. فواز معه الكرة،
فواز محاصر لكن بيمر فواز بشكل جميل. فواز بيمر وتمريره بينيه لزكريا رمضان، زكريا عرضيه علي خليل، لكن علي خليل يضيع الفرصه، فرصه غريبه تضيع على علي خليل من امام المرمى. الاتحاد يهدد في بدايات الشوط الاول، كان توغل جميل من فواز وتوغل اجمل كان من زكريا رمضان، عرضيه كانت داخل منطقه الجزاء لكن علت الكره فوق المرمى. علي خليل لم يكن موفق في اللقطه الماضيه، تبقى النتيجة على حالة مع وصولنا للدقيقة السادسة 0-0، لكن كان تهديد الاتحاد بشكل مبكر، كان ممكن نشوف هدف مبكر يريح أعصاب جمهور الاتحاد المتعطش لمشاهدة فريقه عم يحقق الانتصار من جديد. آخر انتصار كان مع ضد فريق حطين، ومن بعدها رجعت النتائج السلبية تحيط وترافق فريق الاتحاد. طبعا بالجولة الماضية خسر فريق الاتحاد بدمشق أمام الجيش بهدف، أما الفتوي ربح على فريق الشرطة بهدفين. ركلة مرمى عند يزن عرابي، طبعا مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لهدف، سجل هدف الفتوي كان محمد زينو وهدف الاتحاد محمد ريحانية هدف للوحدة، الوحدة يسجل الهدف الأول في مرمى عفرين. إذا هدف للوحدة في شباك عفرين وهدف للشرطة في شباك تشرين. عبد القادر عدي يسجل للوحدة، فيما يبقى التعادل السلبي هنا في هذا الملعب وفي مباراة النواعير مع الكرامة في حما وحطين وجبلة في اللاذقية والوثبة والطليعة في حمص. ولات عمي يمر بيعطي الكرة لعبد الرحمن الحسين، عبد الرحمن عم بيحاول يمر من اللاعبين لكن محاصر من لاعبين الاتحاد، عم يراوغ عبد الرحمن يحاول يمر من حسن ضامن لكن حسن ضامن مغلق على عبد الرحمن الحسين. مقطوع الكرة من عبد الناصر الحسن، طبعا عبد الناصر أحد لاعبي فريق الاتحاد في أكثر من موسم. خطأ على محمد ميدو لمصلحة عز الدين عوض في منتصف الملعب. طبعا عز الدين عوض للعب موسمين متتاليين بتشكيلة فريق حطين. أحمد الحسين معه الكرة، أحمد على الجهة اليمنى، مقطوع الكرة من أحمد لكن ترجع عند عمار المستت. عمار كرة لعدي جفال لكن مقطوعة من ياسر شاهين بالوقت المناسب، يقطع الكرة من أمام عدي. رمي التماس تنفذ لأحمد الحسين أحد لاعبين المواهب الشابة بتشكيلة الآزوري، لاعب لفريق لمنتخب الشباب. طبعا عدي جفال للمستت لكن طالت على عمار المستت، حولت إلى رمي التماس لمصلحة الاتحاد. أمجد الفياض، طبعا انتصارات الفتوة الخمسة كانت على حساب النواعير بهدفين لهدف، على حساب حطين بثلاث أهداف لهدف. فرصة الآن محمد ميدو، محمد ميدو عم يمشي بالكرة، يعطي الكرة للريحانية، ريحانية على مشارف منطقة الجزاء، طالت يا ريحانية يسدد لكن بعيدة عن المرمى، خرجت ومرت بسلام على مرمى الفتوة. هجمة كانت مثالية لفريق الاتحاد قادها محمد ميدو لكن تسديدة كانت عالية لمحمد ريحانية. إذا كنا نتحدث عن انتصارات الفتوة كانت 2-1 على النواعير، 3-1 على حطين، 3-2 على عفرين، 2-0 على الحرجلي وبنفس النتيجة على الشرطة في الجولة الماضية. أما الاتحاد 3 انتصارات فقط كانت على النواعير، 3 أهداف مقابل هدف، وفي دمشق على الوحدة بهدفين لهدف، وعلى حطين هنا في هذا الملعب بهدف دون مقابل. مقطوع الكرة من أمام أحمد الحسين، تحول إلى رمي التماس، رمي التماس لعمار المستت. تسديدة من خارج منطقة الجزاء لعدي جفال لكن سهلة على الحجي، كرة طويلة من الحجي لزكريا رمضان، كنترول رائع من زكريا، وصلت الكرة لمنتصف الملعب عند محمد آلاتي، محمد بيستخلص الكرة من عز الدين عوض. تبقى الكرة مع فريق الاتحاد، محمد ميدو في المنتصف، محمد ميدو بغير جهة اللعب لأحمد كلاسي على الجهة اليمنى، توغل لأحمد كلاسي، أحمد أحمد عرضية لأحمد لكن طالت على علي خليل. تبقى الفرصة قائمة، تبقى الفرصة قائمة لكن وصلت الكرة لعدي جفال، هجمة مرتدة للفتوة عز الدين، عز الدين عوض لكن وصلت الكرة للريحانية، الريحانية عم يمشي بالكرة، زكريا رمضان على الجهة اليمنى لوحده، زكريا
زكريا للريحانية لكن طالت على زكريا وسط أقرب لعبد الناصر حسن. ولات عمي معه الكرة، ولات طالت الكرة على ولات لكن حصل على خطأ. وصلنا للدقيقة العاشرة، النتيجة لا تزال تشير إلى التعادل السلبي. طبعا الاتحاد يبدو في الدقائق العشر الأخيرة يعني ناوي على الربح. هدد مرمى الفتوي في مناسبتين. سلامات للاعب ولات عمي. طبعا الفتوي تعادل اربع مرات، 0-0 مع الجيش، 1-1 مع الاتحاد طبعا في مباراه الذهاب، 2-2 امام جبلي، و1-1 مع الكرامه. اما الاتحاد تعادل سبع مرات، رافقت التعادلات يعني شبح يحيط بالاتحاد، 2-2 امام الجيش، 1-1 امام الفتوه، التعادل السلبي امام الشرطه بنتيجه 1-1 امام الحرجلي وعفرين والطليعه، والتعادل السلبي كان مع الكرامه. طبعا مدرب فريق الفتوي الكابتن احمد جلاد عاد في مباراته الثانيه هلا على التوالي، قاد فريق الفتوي في عده مباريات، حقق الانتصار على حطين والنواعير وعفرين قبل ان يقدم استقالته ويعود من جديد في الجوله الماضيه ويحقق الانتصار على الشرطه. كره طويله من عبد الناصر، طالت الكره على عدي جفال، خرجت لرمي التماس عند احمد كلاسي. احمد كلاسي اللي عاد الى ناديه الام من جديد، رمي التماس لأحمد كلاسي. رمي التماس لزكريا رمضان، ريحانية على الكرة، مر ريحانية غير جهة اللعب لأمجد فياض على الجهة اليسرى، أمجد فياض مر بشكل جميل من أحمد الحسين. كرة طويلة لزكريا رمضان وصلت لعلي خليل، علي خليل تعرض لمضايقة وحصل على خطأ. خطأ لعلي خليل على الليث علي. خطأ من منطقة مثالية لتنفيذ ركلة ثابتة. طبعا بالإعادة كانت لقطة الخطأ اللي حصل عليه علي خليل. إذا خطأ لمصلحة فريق الاتحاد على مشارف منطقة الجزاء حصل عليها علي خليل. لنشوف رح يتم التنفيذ من قبل اي لاعب، هل محمد ميدو ام محمد ريحانيه ام احمد كلاسي. يبدو انه احمد كلاسي ومحمد ميدو على الكره، احمد كلاسي ويبدو الاقرب للتنفيذ. هل يسجل الاتحاد من هذه الفرصه؟ احمد كلاسي على الكره، الحكم يشير الى حائط الصد الالتزام بالمكان والمسافة الصحيحة والقانونية. أحمد كلاسي، أحمد ينفذ الكرة أحمد لكن بأحضان الحارس يزن عرابي، واقف في المكان الصحيح يزن، بيسرع اللعب يزن لعند عدي جفال. عدي مع الكرة، بعيد الكرة لعمار، عمار في خط الدفاع، كرة طويلة من عمار عبد الرحمن حسين بشكل جميل. عبد الرحمن عم يمسك عم يلتقط الكرة لكن خرجت إلى رمي التماس. كانت اللقطة الماضية لأحمد كلاسي لكن كان بأحضان يزن عرابي واقف في المكان الصحيح بكل ثقة. عبد الرحمن حسين مقطوعة منه الكرة، بيحصل على خطأ. عدي جفال على الخطأ، عدي صاحب ثلاثة أسيست مع فريق الفتوة في هذا الموسم. عدي وصلت الكرة تسديدة ولكن يبعدها خالد حاج عثمان، حالة تسلل يشير إليها الحكم الراية تميم يونس. طبعا فرصة كانت خطيرة تصدى لها الحارس خالد حاج عثمان ولكن كان علي بعاج واقف في مكان التسلل. طويل الكرة لمنتصف الملعب، وصلت لليث علي، يبعد الكرة عن منطقته.
ترجع الكرة لعدي جفال. عدي جفال عم يمر ويمشي بالكرة، وصلت الكرة لولاد عمي، ولاد غير جهة اللاعب لعبد الرحمن، عبد الرحمن تسديد، جول! جول جميل من أحمد الحسين. أحمد الحسين عم يسجل الهدف الأول بالدقيقة 15. جول ولا أروع، وأسيست ولا أروع من ولاد عمي. الفتوح عم يفتتح التسجيل بالدقيقة 15. أحمد الحسين لاعب الشباب اللي كنا عم نتحدث عنه، إنه أحد المواهب بفريق الفتوح، عم بيسجل الهدف الأول بشكل جميل بمرمى خالد حاج عثمان. على خلاف مجريات المباراة والضغط الأهلاوي، الفتوح يسجل الهدف الأول. أحمد الحسين عم بيسجل هدف أول في مرمى الاتحاد. شوف الأسيست الرائع كان من ولاد عمي، والتسديدة الجميلة والرائعة من كانت من أحمد الحسين. هدف أول للفتوة. فتوة عم يفتتح التسجيل بالدقيقة 15. فتوة هدف، الاتحاد لا شيء. الاتحاد عم تتعقد مهمته على سلم الترتيب بشكل كبير جدا. طبعا فتوة عم يمنح نفسه ارتياح أكبر على سلم الترتيب، عم يتقدم المراكز الأمامية، إضافة لوجوده بدور ربع النهائي لكأس الجمهورية. الفتوة يبعد الكرة على خلاف مجريات المباراة. طبعا كانت سيطرة واضحة للاتحاد، لكن الفتوة تمكن من لدغ الاتحاد بهدف لأحمد الحسين. رمي التماس لزكريا رمضان، وصلت لزكريا لعلي خليل. علي خليل مضايقة تعرض لها علي خليل، لكن الحكم يشير إلى إكمال اللعب. حسن الضامن، محمد آلاتي في منتصف الملعب، كلاسي يبعد الكرة لرمي التماس لمصلحة الاتحاد. كلاسي على رمية التماس، كلاسي ومعه محمد ميدو ومحمد ريحانية، أقرب لعبد الناصر حسن، يحصل على خطأ عبد الناصر. سلامات اللاعب عبد الناصر حسن. إذن الفتوة متقدم على الاتحاد بهدف، الوثبي متقدم على الطليعة بهدف. إذن هدف للشرطة على تشرين، وهدف للوحدة على عفرين، وهدف للفتوة على الاتحاد، والآن الوثب متقدم أيضا على الطليعة بهدف دون مقابل. الكرة تعاد لأمجد فياض في الخلف، يشتت كرة، وصلت لمحمد ميدو. زكريا رمضان تمكن اللحاق بالكرة قبل خروجها. ليث علي تعرض لعرقلة، لكن استكمال اللعب. أحمد الحسين، عز الدين عوض طبعا عم يخرج الكره لخارج ارضيه الملعب على مبدا الروح الرياضيه. تشرين طبعا عم يسجل هدف التعادل بمرمى الشرطه. اذا التعادل لتشرين في مرمى الشرطه في دمشق. كره طويله وصلت لياسر شاهين. ولاد عمي صاحب الاسيست بهي المباراة، طبعا كان اسيست جميل من ولاد. ولاد دائما لما بيكون رايق وكل تركيزه الذهني بالملعب بيقوم باسيستات رائعة. عدي جفال، عدي على مشارف منطقة الجزاء يسدد، لكن ترتطم بأحمد كلاسي. علي بعاج يسدد أيضا، أحمد كلاسي بيتصدر الكرة. ضغط للفتوة في الدقائق الماضية. علي بعاج، وصلت الكرة لمحمد آلاتي. ياسر شاهين على الكرة، ياسر لمحمد آلاتي من جديد في وسط الملعب. كرة طويلة لكن بدون عنوان لمحمد آلاتي، أقرب لعقبة المرعي، لكن حصل على رمي التماس فريق الاتحاد. رمي التماس تنفذ محمد ريحاني. محمد للكلاسي، كلاسي عرضية للكلاسي داخل منطقة الجزاء، وصلت لمحمد ميدو لكن طالت على محمد ميدو، خرجت لرمي التماس. طويلة كانت كثير اللقطة الماضية. طبعا هدف ثاني لفريق الوحدة في شباك عفرين في دمشق. الوحدة ينجح في تسجيل هدف ثاني. طبعا ذكرنا انه ست مباريات تلعب في هذا الوقت،
مباراة الجيش والحرجلة أجلت لغاية عودة الجيش من السعودية. سيواجه فريق التعاون في ملحق دوري الأبطال. الفائز سينضم إلى مجموعة بختكور وسيبهان والدحيل. عقبة المرعي ولا تعمي يبعد الكرة برأسه، وصلت الكرة لحسن الضامن لكن خطأ، هناك خطأ لمصلحة عبد الرحمن الحسين. طبعا عم يقود اليوم هجوم الفتوة لاعبين شابين أحمد وعبد الرحمن الحسين، يعني أداء كبير وجميل من المدرب أحمد جلاد، الاعتماد على المواهب الشابة واللي عم تعطي بأرض الملعب. أيضا مع الراشد يعتمد على عدة مواهب بأرضية الملعب مثل زكريا رمضان وفواز بوادقجي وأيضا محمد ريحانية. خطأ كان من ياسر شاهين، كان ممكن عم يلعب بالنار، ولكن وصلت الكرة لولات عمي. ولات الكرة مع ولات على الجهة اليسرى لكن طالت على ولات، تحولت إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى للحجي. الحجي ركلة مرمى طويل الكرة أقرب لزكريا رمضان، زكريا لكن بشكل خاطئ تحول الكرة لعقبة المرعي. عز الدين في الوسط، عدي عم بعيد الكرة للمساندة الخلفية من عبد الناصر. عقبة المرعي عم يرتكب خطأ ويخسر الكرة. كرة مع الريحانية، الريحانية للميدو، ميدو على مشارف منطقة الجزاء، ميدو للريحانية لكن علي بعاج واقف بمكان صحيح، اختار الطريق الأصعب محمد ميدو. محمد آلاتي منتصف الملعب عم يخسر الكرة لعز الدين عوض. عز الدين، عدي جفال، عدي لكن طويل الكرة على عدي. رجعت الكرة لفواز بوادقجي، فواز صاحب الهدف الجميل في مرمى الوحدة وجبله، كرة طويلة لكن مقطوعة. ترجع الكرة لمحمد ميدو، ريحانية على الجهة اليسرى، ريحانية عرضية داخل منطقة الجزاء، وصلت لعلي خليل لكن خرجت إلى ركلة ركنية. الركلة الركنية لمصلحة فريق الاتحاد. طبعا هي الكرة الطويلة كانت من محمد ريحاني لكن دفاع الفتوة أنقذ الموقف في اللحظات الأخيرة. ركلة ركنية لمصلحة الاتحاد. سلامات لعقبة المرعي. عقبة المرعي على الأرض، سلامات لهذا اللاعب. ركلة ركنية لمصلحة الاتحاد، هل ينجح الاتحاد في تعديل النتيجة؟ تنفذ الركنية لكن مو بعدها من دفاع الفتوة. ترجع من جديد لمحمد ميدو، رمي التماس، فواز داخل منطقة جزاء، كرة طويلة زكريا رمضان، وصلت إلى محمد آلاتي، تبقى الكرة داخل منطقة الجزاء مبعدة من دفاع الفتوة. محمد آلاتي مبعدة من جديد، وصلت لعبد الرحمن الحسين. عدي جفال هجوم سريع لكن بدون عنوان، هذه الكرة من عدي جفال خرج إلى ركلة مرمى. طبعا هذه كانت فرصة محمد آلاتي، أبعدت من دفاع الفتوة، كانت لقطة خطيرة، ضغط من الاتحاد لم يتمكن الاتحاد من استثمار الفرصة الماضية. محمد ريحاني في منتصف الملعب بغير جهة اللعب لفواز، فواز وكرة طويلة داخل منطقة الجزاء لزكريا رمضان، أقرب ليزن عرابي. يزن عرابي واقف في مكان صحيح، مرت بسلام على مرمى الفتوة. تبقى النتيجة بتقدم الفتوة مع انتصاف الشوط الأول بهدف كان لأحمد الحسين. طبعا عم يلعب الفريقين مباراة 81 تاريخيا، الاتحاد متفوق 41 مرة مقابل 15 مباراة فقط للفتوة. التعادل خيم على 24 مباراة. ولات عمي، ولات على مشارف منطقة الجزاء عم بيحاول يتوغل، ولات لكن محاصر ومراقب. ولات عمي بعيد الكرة لعقبة المرعي. عز الدين عوض في المنتصف الملعب، عز الدين عم بيسدد لكن ترتطم بالدفاعات الاتحاد. ترجع لولات عمي، ولات عرضية لكن مقطوعة من ياسر شاهين، وصلت لعمار على الجهة اليمنى، عرضية طويلة لكن مقطوعة من ياسر شاهين من جديد. عمار كرة طويلة لكن طالت على عمار، وصلت لياسر شاهين. ياسر خرجت الكرة لرمي التماس لمصلحة الاتحاد. عم نتحدث عن مواجهات كانت تاريخية بين الفريقين. طبعا الاتحاد سجل 120 هدف في شباك الفتوة مقابل 61 هدف للفتوة. طبعا قبل هذه النتائج والأرقام قبل مباراة اليوم،
الريحاني عم يرجع ويساند زملائه بالحالة الدفاعية. ريحانية كرة لفواز بوادقجي، فواز بينية ولا محمد ميدو، طالت على محمد ميدو أقرب ليزن عرابي وخطأ على محمد ميدو. محمد ميدو ارتكب خطأ على يزن عرابي طبعا باللقطة الماضية، احتكاك كان واضح. محمد ميدو هاي في اللقطة الماضية طالت الكرة على محمد ميدو، كان تغطية دفاعية سليمة لكن ارتكب خطأ على يزن عرابي. سلامات الحارس يزن عرابي. طبعا الفتوة انتصر مرة وحيدة على الاتحاد بحلب، كان بموسم 67-68 فوق بنتيجة هدف دون مقابل. إذا الفتوة لم يحقق الانتصار على الاتحاد في حلب إلا مرة واحدة، كانت في موسم 67-68. سنين طويلة مرت على ذلك الانتصار، هل يعيد الفتوة الكرة اليوم؟ منذ ذلك الوقت لم ينجح الفتوة في الانتصار على الاتحاد في حلب. طبعا اليوم متقدم الاتحاد الفتوة على الاتحاد حتى الآن بهدف مع وصولنا للدقيقة 26، 20 دقيقة تقريبا على نهاية الشوط الأول. يزن عرابي وكرة طويلة لكن مقطوعة من أحمد كلاسي. طبعا أكبر نتيجة للاتحاد أمام الفتوة انتصاره بأربعة أهداف دون مقابل، تكررت ثلاث مرات 2007-2008 2013-2014 و2019-2020. أما أكبر انتصار للفتوة كان بنتيجة ثلاث أهداف دون مقابل بموسم 2011-2012. الكرة مقطوعة من حسن الضامن مبعدة لكن تصل إلى الليث علي، الليث برأسه لعلي بعاج، علي للحسين صاحب الهدف الأول والجميل كان من أحمد الحسين. أحمد لعمار، عرضية داخل منطقة الجزاء، وصلت لعدي جفال لكن يلحق بها محمد آلاتي في الوقت الصحيح. عز الدين، كرة طويلة وصلت لعمار، عمار لكن رمي التماس للفتوة. طبعا آخر انتصار للفتوة طبعا يعود للعام الماضي، فاز بنتيجة 2-1 في دمشق. عرضية لولاة عمي مقطوعة من فواز بوادقجي، وصلت لزكريا رمضان أقرب إلى الليث علي اللي عم بيعيد الكرة على مبدأ الأمان ليزن عرابي. يزن وكرة طويلة من يزن إلى أحمد كلاسي، كلاسي مقطوعة من عز الدين عوض في منتصف الملعب. عز الدين تبقى الكرة مع الفتوة، قتال كبير من لاعبي الفتوة في منتصف الملعب. ولات عمي لكن طالت الكرة على ولات، خرجت إلى رمي التماس. حسن الضامن، حسن رجعت الكرة لمحمد ريحانية، محمد ريحانية، زكريا رمضان للريحانية، ريحانية لكن مقطوعة من ليث علي. ليث علي واقف مكان صحيح، مقطوعة الكرة من أمام ولاة عمي عن طريق محمد آلاتي لكن يعود الفتوة ويقطع الكرة. ياسر شاهين عم تمر منه الكرة ويحصل عليها عبد الرحمن الحسين وبيحصل على خطأ، تنفيذ الخطأ بشكل سريع. عدي جفال، عدي أحمد الحسين، أحمد الحسين داخل منطقة الجزاء، يسدد أحمد لكن طالت تسديدة، طالت التسديدة وعلت فوق المرمى. على غرار لقطة الهدف الأول كان أحمد الحسين قريب من تسجيل هدف ثاني لكن الكرة علت المرمى، ركلة مرمى لخالد حاج عثمان حارس منتخبنا الوطني. كرة طويلة وصلت لعلي بعاج، علي عم يبعدها لرمي التماس. الكرة رمي التماس لمصلحة الفتوة أو عفوا الاتحاد. أحمد كلاسي، فواز بيخسر الكرة، فواز بيحصل على خطأ، فواز عم يحصل على خطأ، خطأ من مكان يبدو مثالي طبعا لممكن أنه يسجل الاتحاد منه هدف تعادل. طبعا الفتوي عقد مهمة الاتحاد بهالمباراة، تمكن من لدغه بهدف مبكر بالدقيقة 15. ريحانية وأحمد كلاسي على الكرة، من سيكون على تنفيذ الكرة، ريحانية أم كلاسي؟ خبرة الكلاسي أم شغف الريحانية على الكرة؟ ريحانية على الكرة داخل منطقة الجزاء مبعدة من دفاع الفتوة. وصلت الكرة لعدي جفال لكن مقطوعة من محمد آلاتي، محمد آلاتي منع
هجمة مرتدة أو فواز بوادقجي هو اللي منع الكرة في اللقطة الماضية. عقبة المرعي عقبة المرعي لعدي جفال، عدي بالكعب للاعبه عبد الرحمن الحسين، عم ينجح عبد الرحمن، عبد الرحمن بيعكس كرة لعدي جفال، عدي لأحمد الحسين، أحمد الحسين على الجهة اليمنى لكن حالة تسلل، حالة تسلل على أحمد الحسين. هدف لعفرين يقلص الفارق أمام الوحدة. طبعا النتائج الحالية هي تقدم الفتوة هنا على الاتحاد بهدف، التعادل بهدف لهدف بين الشرطة وتشرين، التعادل السلبي بين النواعير والكرامة وجبلة وحطين، وتقدم الوحدة على عفرين بهدفين لهدف والوثبة على الطليعة بهدف. عقبة المرعي مقطوع الكرة لكن طالت على عدي جفال، انقلبت إلى رمي التماس. الريحاني عم بيأدي دور بالمساندة وبناء الهجمات من الخلف مع زملائه، عم نشوفه بالحالة الدفاعية ببناء الهجمات وبناء وفي الحالة الهجومية. مقطوع الكرة عبد الناصر حسن، عبد الناصر خرجت الكرة لرمي التماس لعبد الناصر. 31 دقيقة ولا زال الفتوة متقدم على مضيفه الاتحاد بهدف لأحمد الحسين. رمي التماس تنفذ، انقلبت إلى رمي التماس لأحمد كلاسي. أحمد كلاسي، محمد ريحاني على الكرة للكلاسي، عرضية داخل منطقة الجزاء، عرضية لزكريا رمضان وصلت لمحمد ميدو، محمد ميدو داخل منطقة الجزاء، عرضية لزكريا رمضان لكن مقطوعة من دفاعات الفتوة. ترجع الكرة لأحمد الحسين، أحمد وهجوم سريع. عز الدين عواض بغير جهة اللعب لولات عمي، ولات ولاد داخل منطقة الجزاء لكن أقرب لأحمد كلاسي اللي عم يبعد الكرة. عيننا باردة عليك يا أحمد الحسين على هالأداء اللي عم تلعبه بمباراة اليوم. ملعب الحمدانية بأرضيته المنيحة جدا عم يمنح الفرصة للاعبين يقدموا أداء جميل بهي المباراة. رمي التماس لعقبة المرعي بمكان قريب من منطقة الجزاء عبد الرحمن الحسين لكن مقطوعة من حسن الضامن عم يحصل على خطأ. خطأ لحسن الضامن لاعب فريق الاتحاد. كرة مع ياسر شاهين، ياسر كرة طويلة من ياسر شاهين أقرب لليث علي، ليث علي عم يتركها الأفضلية لحارس مرماه يزن عرابي. يزن عم بيحاول يستقطب الوقت، طبعا هو متقدم خارج ارضه بارض صعبه مثل ارض الحمدانيه بحلب. طبعا الاتحاد خسر مره وحيده بهذا الملعب هذا الموسم، كانت امام تشرين بالجوله الاولى من الاياب، اليوم هو متاخر مع الفتوه. كره طويله من يزن عرابي، منقول الكره لعدي جفال، عدي كره طويله لولاد عمي لكن طالت على ولاد، طالت الكره على ولاد. ريحانية مثل ما حكينا كنا عم نشوف الريحانية عم يساند ببناء الهجمات من الخلف، عم يساند زملائه. عدي جفال لولاد عمي، ولاد عبد الرحمن الحسين بشكل جميل، كنترول من عبد الرحمن الحسين. عز الدين، علي بعاج، علي بعاج عم يسدد، علي بعاج لكن تسديده كانت عاليه، عاليه التسديده فوق المرمى. الفتوي عم بيحاول يخطف هدف ثاني، الفتوي عم بيكون اكثر تركيز بالملعب. طبعا يبدو انه الاتحاد بصدد اجراء تبديل مبكر بالشوط الاول، حسن دهان يبدو راح يدخل ارضيه الملعب. اذا حسن دهان راح يستعد لدخول ارضيه الملعب. يبدو انه الكابتن معن الراشد راح يجري تبديل مبكر بالشوط الاول، غير مقتنع بالاداء داخل ارضيه الملعب، يريد اجراء بعض التغييرات والتبديلات. كرة طويلة لزكريا رمضان داخل منطقة الجزاء لكن مقطوعة، وصلت الكرة لليث علي، ليث يقطع الكرة، وصلت للريحانية، ريحانية، ريحانية تسديدة من الريحانية لكن تخرج، لكن يصل إليها يزن عرابي قبل أن تخرج الكرة. خروج كان صحيح وجميل ليزن عرابي، أمسك بالكرة قبل أن تخرج إلى ركنية. كرة طويلة من يزن عرابي مقطوعة من أحمد كلاسي،
شاهين ريحانية، يخسرها الريحانية لولاد عمي. ترجع الكرة عند عز الدين عوض في المنتصف. عمار، عمار على الجهة اليمنى لعدي جفال، عدي مع ولات، ولات لعقبة المرعي، عقبة لولات من جديد، ولات عمي مع الكرة يمر، تبقى الكرة مع الفتوة، استحواذ عالي، يخرج عدي جفال الكرة إلى خارج أرضية الملعب. طبعا هناك تبديل، سيخرج محمد ميدو، يخرج محمد ميدو ويدخل حسن الدهان. الريحاني عم بيعيد الكرة على مبدأ الروح الرياضية طبعا ليزن عرابي. إذا تبديل أول بالمباراة، خرج محمد ميدو ودخل حسن الدهان. رأسية كانت من عدي جفال طالت على عبد الرحمن الحسين، لكن عبد الرحمن ينطلق بشكل سريع يضغط على حسن ضامن. كرة مع زكريا رمضان، حالة تسلل على زكريا، واقف في المكان المحظور. إذا تسلل على زكريا رمضان المهاجم الشاب في تشكيلة فريق الاتحاد، طبعا هو هداف دوري الشباب ب 19 هدف. عبد الناصر حسن على الخطأ، عبد الناصر، عبد الناصر الكرة طويلة لأحمد الحسين لكن وصلت لأمجد الفياض. علي بعاج بيتدخل من جديد، بيعيد الكرة لأحمد الحسين، علي جفال، عدي، أحمد الحسين تسديد لكن ترتطم بدفاعات الاتحاد، وصلت سهلة إلى خالد حاج عثمان وبيكسب خطأ خالد حاج عثمان. كرة طويلة من خالد حاج عثمان أقرب إلى علي بعاج في منتصف الملعب. الريحانية عم بيقاتل على الكرة، بينجح الريحانية بخطف الكرة، الريحانية على الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، الريحانية عم يتوغل، عرضية، عرضية للريحانية لكن طالت، تبقى الكرة داخل الملعب. حسن دهان مبعدة من الدفاع، وصلت لعدي جفال، عدي، عدي على الكرة، عدي بينطلق بشكل سريع، عدي تبقى معه الكرة، وصلت لأحمد الحسين، أحمد تبقى الكرة مع الفتوة عبد الرحمن، لكن خسر الكرة فريق الفتوة لمصلحة ياسر شاهين. حسن دهان، حسن عم يغير جهة اللعب، وصلت لزكريا رمضان، زكريا، زكريا عم بيسدد لكن تسديدة بأحضان يزن عرابي، تسديدة كانت خفيفة من زكريا رمضان. سلامات لعدي جفال، سلامات لعدي جفال، وقع على أرض الملعب، تعرض لاحتكاك وإصابة. سلامات لعدي جفال، وصلنا لدقيقة 38، الاتحاد متأخر على أرضه أمام الفتوة بهدف. طبعا الوحدة عم يسجل الهدف الثالث بمرمى عفرين عن طريق لؤي الشريف. كمية كبيرة من الأهداف بهذه المباراة بالشوط الأول، 4 أهداف، 3 أهداف للوحدة وهدف لعفرين. فيما تبقى بقية النتائج على حالة. إبعاد للكرة بمبدأ الروح الرياضية، طبعا هذا دائما مطلوب من جميع الفرق. مشكورين لاعبين فريق الاتحاد، طبعا لاعبين شبان ويعرفون معنى الروح الرياضية جدا، ريحانية وفواز ووادقشي. رمي التماس لعقبة المرعي، ولات عمي، ولات معه الكرة، خسر ولات الكرة لمصلحة علي خليل، علي، علي خليل تبقى معه الكرة لكن عم يخسرها من علي بعاج، وصلت الكرة من جديد لفواز بوادقجي، فواز، فواز وعرضية لكن تتحول لرمي التماس. الكرة مع فواز بوادقجي، فواز عرضية داخل منطقة الجزاء مبعدة من دفاع الفتوة، أحمد الحسين، أحمد صاحب الهدف، تمريرة طويلة أقرب لياسر شاهين على عبد الرحمن الحسين لكن تمرير خاطئ من ياسر شاهين، تحولت إلى رمي التماس لعناصر الفتوة. رمي التماس لعقبة المرعي، عقبة
عقبة. ترجع الكرة لعبد الناصر حسن. علي خليل في وسط الملعب، وصلت لعلي بعاج. عبد الناصر حسن من جديد، عبد الناصر لوحده أمام زكريا رمضان. كرة طويلة لمنتصف الملعب، محمد آلاتي. وصلت الكرة لعلي بعاج. علي، علي وتمرير، لكن تمرير خاطئ، تعرض لضغط علي. وصلت الكرة لحسن دهان. أمجد فياض، أمجد عم ينطلق على جهة اليسار، توغل لأمجد، عرضية وصلت علي خليل. علي، علي على مشارف منطقة الجزاء من جديد لأمجد فياض. أمجد، أمجد، أمجد عم بيسدد، لكن ترتطم بعمار المسدد وعم تخرج إلى ركنية. خرجت الكرة إلى ركنية لمصلحة الاتحاد. الريحانية راح يكون على تنفيذ الركنية. وصلنا للدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول. الريحانية على الركنية عم بينفذ الركنية داخل منطقة الجزاء. وصلت للكلاسي رأسية أقرب إلى يزن عرابي. يزن بطريقة متهورة يبعد الكرة لكن ينجح في إبعاد الكرة. وصلت الكرة لعبد الرحمن حسين. عبد الرحمن عم يزد كرة طويلة أمامه. عبد الرحمن سريع، عبد الرحمن معه الكرة بالكعب لأحمد الحسين. أحمد، أحمد داخل منطقة الجزاء، انتقالات سريعة إلى لاعبي الفتوة على مشارف منطقة الجزاء. أحمد الحسين عم بعيدها لولات. عز الدين، عز الدين لولات من جديد. ولات وكرة طويلة لعمار مستت، يبدو أنها طالت على عمار أو تمكن عمار من الحق بها. خرجت لرامي التماس. لاعبي الفتوة أكثر نشاط بأرضية الملعب. التحول من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية بالارتداد كان سريع جدا من عبد الرحمن الحسين وأحمد الحسين. أربكوا دفاعات الاتحاد. الفرصة لا زالت قائمة من رمية التماس عناصر الفتوة. عمار مسدد على التماس إلى عدي جفال. عدي، عدي تبقى معه الكرة، عم يستغل ويعمل عرضية لكن محمد آلاتي واقف مكان صحيح. محمد آلاتي تأخرت يا محمد آلاتي بالتمرير. عدي جفال عم يخطف الكرة من أمام حسن دهان. عدي، عدي بشكل جميل عم يحافظ على كرته من أمام لاعبين الاتحاد. طبعا وصلت الكرة لياسر شاهين برأسه عم يبعد الكرة. زكريا رمضان، زكريا واقف بمصيدة التسلل، مصيدة التسلل ناطرة زكريا رمضان. الفتوة مطبق على الاتحاد بحلب. يزن عرابي عم يأمر لاعبينه بالتقدم للأمام وإبعاد الضغط عن مرمى الفتوة. كرة طويلة لكن طالت، وصلت إلى أمجد فياض. أمجد معه الكرة، ترجع الكرة لعبد الرحمن الحسين بشكل خاطئ من لاعبين الاتحاد. عبد الرحمن مبعد الكرة من محمد آلاتي لرمي التماس. الفتوة مطبق على الاتحاد بالشوط الأول. مع اقتراب الشوط الأول على النهاية طبعا الكرامي عم يسجل هدف أول بمرمى النواعير. إذا هدف أول للكرامي في مرمى النواعير في هذه اللحظات. رمي التماس تنفذ. ولات عمي، ولات، ولات مع الكرة عم يحاول يمر يتوغل. ولات عرضية لكن بيحصل على ركنية. دقيقة ونصف على نهاية الشوط الأول. دقيقة ونصف على نهاية الشوط الأول والفتوة هو متسيد الموقف حتى الآن. ركنية لعدي جفال. إذا عدي جفال على الركنية. عدي، عدي داخل منطقة الجزاء. رأسية من عز الدين عوض مبعد من دفاع الاتحاد. كانت فرصة خطيرة من عز الدين عوض. فواز بوادقجي هو من أبعد الفرصة. فواز، حسن دهان، حسن، حسن للريحانية. كرة طويلة وحالة تسلل على ريحانية. ثائر قشبري عم يشير إلى وجود حالة تسلل على محمد ريحانية. طبعا هي باللقطة الماضية رأسية كانت من عز الدين عوض. أبعد الكرة فواز بوادقجي، كان واقف على خط المرمى. هدف كان محقق للفتوة، أبعد عن طريق عز الدين عوض. نصف دقيقة على نهاية الشوط الأول. الوقت الأصلي من الشوط الأول طبعا يبدو أن الحكم سيحتسب دقيقتين بدل من ضائع. كرة طويلة
محمد آلاتي بمنتصف الملعب. كلاسي كرة طويلة. عز الدين عوض بمنتصف الملعب. عز عم يمر من لاعبين الاتحاد. ولات عمي عم يخسر الكرة، ولكن عم يحصل على خطأ. دقيقتين بدل من ضائع يحتسبها الحكم مهند ناصيف الحكم الرابع، طبعا بإشارة من الحكم الدولي في راس الطويل. علي بعاج عم بعيد الكرة للليث. علي ليث كرة طويلة من الليث لكن بدون عنوان أقرب لأمجد الفياض. حسن دهان كرة في وسط الملعب مع فريق الاتحاد، معادي إلى ياسر شاهين. حسن الضامن، وصلت كرة للريحانية. الريحانية في منتصف الملعب. ريحانية الكرة معك يا ريحانية، عم يغير جهة اللعب لفواز بوادقجي. فواز كنترول على الطابة، كنترول لكن يخسر الكرة، تحول لرمي التماس. حسن دهان محاولة كرة بينية لكن مقطوعة، بيبعدها ولات عمي إلى رمي التماس. دقيقة واحدة على نهاية الوقت الكامل للشوط الأول. فواز بوادقجي وتسديد من خارج منطقة الجزاء، يبعدها عبد الناصر حسن إلى ركنية للاتحاد. يبدو أنه راح تكون الفرصة الأخيرة بالشوط الأول، إما أن يحقق الاتحاد هدف التعادل أو أن يدخل الفريقين إلى تبديل الملابس بتقدم الفتوة. حسن دهان ينفذ الركنية، وصلت لكن مقطوعة من عز الدين عوض. عودي جفال مقطوع الكرة من أمامه، ترجع لعز الدين عوض. عز الدين طالت الكرة على عز الدين، وصلت للريحانية. ريحانية وكرة طويلة أقرب إلى عمار. عمار المستت وكرة طويلة لكن مقطوعة من أمجد فياض، وصلت لمحمد آلاتي. خطأ لمصلحة عز الدين العوض. طبعا ويعلن الحكم فراس الطويل عن نهاية الشوط الأول بتقدم الفتوة بهدف أحمد الحسين، جاء في الدقيقة 15. نتمنى لكم متابعة طيبة في الشوط الثاني. انتهى بتقدم الفتوة على مضيفها الاتحاد بهدف لأحمد الحسين في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول. طبعا أجرى الكابتن معن الراشد تبديلا في الشوط الأول، أدخل حسن دهان وأخرج محمد ميدو. أيضا فيما بين الشوطين خرج كل من محمد آلاتي وأمجد فياض، ودخل كل من محمود النايف ومحمد كيالي. ثلاث تبديلات أجرها الاتحاد حتى الآن في المباراة مع بقاء نصف المباراة تقريبا. طبعا الكرة مع فريق الاتحاد، وصلت لمحمد الكيالي لكن طالت على محمد، خرجت إلى رمي التماس. طبعا الفتوة كان الطرف الأفضل في مجمل مجريات الشوط الأول، ترجم هذه الأفضلية إلى تقدمه بهدف. الاتحاد أجرى عدة تبديلات لتحسين مستوى الفريق داخل أرضية الملعب. طبعا الاتحاد سيصعب موقفه على سلم الترتيب إذا لم يحقق نقطة على الأقل على في هذه المباراة. زكريا رمضان كرة لكن مقطوعة من الليث علي. ليث تصل الكرة إلى عدي جفال. عدي جفال معه الكرة ويغير جهة اللعب إلى عبد الرحمن الحسين. طبعا عبد الرحمن الحسين السريع. عبد الرحمن وصلت الكرة على مشارف منطقة الجزاء لكن من أمام أحمد كلاسي، عم يرتكب خطأ. دفع على أحمد كلاسي، كان ممكن لعبد الرحمن في اللقطة الماضية تمرير الكرة لزميله لكن فضل التوغل أكثر في منطقة الجزاء. خطأ على علي خليل لمصلحة عز الدين عوض. كرة طويلة وصلت لعدي جفال لكن مقطوعة من محمد كيالي، محمد الذي دخل بديل في الشوط الثاني. عمار المستت عم يبعد الكرة، عم تخرج رمي التماس لمحمد كيالي. محمد على الكرة. حسن دهان لمحمود النايف. طبعا محمود النايف وحسن دهان وزكريا رمضان من لاعبي فريق الاتحاد الشاب. طبعا فريق الاتحاد اللي راح يلعب مع فريق الكرامه بكلاسيكو دوري الشباب يوم غد في ملعب 7 نيسان. ايضا هؤلاء اللاعبين اليوم عم يلعبوا بفريق الرجال، عم يزودوا عن فريق الرجال بمحنته. طبعا هو فريق الاتحاد متصدر جدول ترتيب الشباب بفارق 5 نقاط عن الوثبه الثاني. الكره مع محمد ريحانيه. الريحانية لأحمد كلاسي، أحمد كلاسي لكن مقطوعة من أمام أحمد، تحول لرمي التماس. رمي التماس عند حسن دهان،
تبقى الكرة بحوزة فريق الاتحاد. بطريقة جميلة عقب المرعي يجبر أحمد كلاسي على إخراج الكرة إلى ركلة مرمى ليزن عرابي. يزن عرابي ينفذ ركلة المرمى وكرة طويلة أقرب إلى ياسر شاهين. ياسر شاهين يبعد الكرة لكن تصل إلى علي بعاج. علي لعدي لكن تمرير خاطئ من عدي إلى محمد ريحانية. محمد ريحانية يمر من عمار المسدد وبيحصل على خطأ محمد ريحانية اللاعب المهاري يحصل على خطأ. محمد ريحانية وحسن دهان على الكرة. محمد ريحانية عم ينفذ الكرة داخل منطقة الجزاء. وصلت زكريا رمضان. زكريا برأسه عم يبعد الكرة إلى خارج الملعب. ركلة مرمى ليزن عرابي. بالإعادة كانت الركلة الثابتة المنفذة من محمد ريحانية لكن بشكل خاطئ تحول الكرة إلى ركلة مرمى. عقبة المرعي ولا تعمي لعز الدين عوض. عز الدين لأحمد الحسين. أحمد وبعد الكرة من أمام. أحمد تخرج إلى رمي التماس. أحمد الحسين معه الكرة لكن عم يخسرها لصالح مدافعين الاتحاد. عبد الناصر حسن عم يقطع الكرة من أمام زكريا رمضان. كرة غير مركزة تصل إلى يزن عرابي. يزن وكرة طويلة وصلت لياسر شاهين. كرة مع عز الدين عم يغير جهة اللعب لعدي جفال. عدي بشكل خاطئ عم بيعكس الكرة لمحمد الريحانية. الريحانية للدهان. دهان عم يمشي بالكرة. دهان معه الكرة للريحانية. ريحانية من جديد عم بيغير جهة اللعب لكن كرة كانت طويلة بدون عنوان. طبعا وصلت بشكل سهل ليزن عرابي. يزن عم يكتسب الوقت. التركيز مفقود حتى الآن بين لاعبي فريق الاتحاد داخل أرضية الملعب رغم التبديلات الثلاثة. الوثبة طبعا يسجل الهدف الثاني في مرمى الطليعة. الوثبة بخطى ثابتة في الصدارة يسجل هدفا ثانيا في مرمى الطليعة. خطأ لمصلحة الفتوة. أحمد الحسين صاحب الهدف الأول. سلامات للاعب أحمد الحسين. هذا اللاعب الشاب هذه الموهبة الفريدة من نوعها بفريق الفتوة. بالتوفيق لهذا اللاعب. مباراة طبعا متوقف في العلاج اللاعب أحمد الحسين. سلامات لأحمد. حصل على خطأ سيكون على التنفيذ يبدو عدي جفال. طبعا 52 دقيقة من عمر الشوط الثاني عفوا. إذن الكرة لخطأ للفتوة. عدي جفال. عدي جفال عم ينفذ الكرة لكن مقطوعة من دفاعات الاتحاد. عقب المرعي برأسه محمد كيالي. ليث علي. كيالي من جديد عم يبعد الكرة. وصلت الكرة لحسن دهان. حسن للريحانية. ريحانية مع الكرة. فواز بوادقجي. طالت الكرة على فواز. تبقى الكرة مع فواز بشكل جميل. ريحانية رجعت الكرة على مشارف منطقة الجزاء.
حسن دهان عرضية داخل منطقة الجزاء مبعدة من الليث علي برأسه، رجعت الكرة لحسن دهان من جديد، ضغط من الاتحاد بهذه اللحظات، محمود النايف، محمود عم يغير جهة اللعب لأحمد كلاسي، النايف بشكل جميل عم يمر بالكرة، عم يساند الكلاسي بالحالة الهجومية، يخسر الكرة حسن دهان لمصلحة عبد الرحمن الحسين، لكن مبعد الكرة من حسن الضامن وبشكل آمن يمسك يزن عرابي الكرة. الوحدة يسجل الهدف الرابع بمرمى عفرين، الوحدة يصب غضبه على عفرين في هذه المباراة، أنس العاجي هو من يسجل الهدف الرابع. طبعا النتائج، الشرطة هدف لهدف مع تشرين، النواعير متأخر في حماة أمام الكرامة بهدف، التعادل السلبي بين حطين وجبلة، الوحدة متقدم بأربع أهداف لهدف على عفرين، والوثبة متقدم على الطليعة بهدفين، وهنا الاتحاد متأخر على أرضه أمام الفتوة. رمي التماس عبد الرحمن الحسين، وصلت لأحمد الحسين، أحمد الحسين، لكن كرة كانت قصيرة، تمريرة قصيرة وصلت لمحمد كيالي بدل من عدي جفال، وبعد الكرة عن طريق ليث علي إلى رمي التماس، فواز بوادقجي عم يحصل على خطأ في منتصف ملعب الفتوة، محمود النايف، محمود لحسن دهان، حسن على الجهة اليسرى، حسن عرضية إلى يزن عرابي لكن طالت على المرمى، علت فوق المرمى، كانت فكرة جميلة من حسن دهان، مرت بسلام على مرمى الفتوة. ركلة مرمى ليزن عرابي، طبعا تشرين يسجل هدف التقدم في مرمى الشرطة من ركلة جزاء لنصوح نقدلي، إذا تشرين يعود بالمباراة ويتقدم على الشرطة. أحمد الحسين، تمريرة مقطوعة من لاعبين الاتحاد، ترجع الكرة لفواز بوادقجي، فواز السريع، فوازي زكريا رمضان، لكن ليث علي يقطع الكرة ويخرج الكرة إلى رمي التماس. محمد كيالي، محمد كيالي لمحمود النايف، محمود أو لفواز بوادقجي عفوا، ريحانية عرضية لريحانية لكن أقرب إلى ولاة عمي، طالت على لاعبين الاتحاد. عدي جفال معه الكرة، غير جهة اللعب، غير جهة اللعب لعز الدين عوض، عز الدين لأحمد الحسين، أحمد الحسين وعم يحصل على خطأ طبعا على محمد كيالي، وأول إنذار بالمباراة، إنذار أصفر على ياسر شاهين، ياسر شاهين يحصل على إنذار أصفر. سلامات اللاعب أحمد الحسين وعز الدين عوض، طبعا تعرض اللاعبين لعرقلة، طبعا هي الإعادة لفرصة الاتحاد الوحيدة بهذا الشوط، كانت فكرة ذكية لكن الحظ عاند حسن دهان. عدي جفال على الكرة، عدي جفال الله، الكرة داخل منطقة جزاء مبعدة من ياسر شاهين، ترجع الكرة عند عمار المستت، هجمة مرتدة كانت من فواز بوادقجي، لكن عدي جفال بالحالة الدفاعية يمنع انطلاقة فواز. ما
محمود النايف، محمود، محمد كيالي، زكريا رمضان لمحمد ريحانية، محمد، محمد ريحانية بين لاعبين الاتحاد، كلاسي، كلاسي وكرة طويلة لكن ترتطم بولاة عمي، عمار المسدد يلحق بالكرة، تبقى الكرة داخل أرضية الملعب، مبعد الكرة من عز الدين عوض، وخطأ لمصلحة الفتوة. طبعا لاعب جميل عبد الله يستعد لدخول أرضية الملعب من صفوف الاتحاد. التبديل الرابع سيكون لفريق الاتحاد بهذه المباراة، سيدخل جميل العبد الله. طبعا لحظات ونعلم سيكون بديل لأي لاعب. عدي جفال، عدي يخطف الكرة لكن مقطوعة من دفاعات الفتوة الاتحاد عفوا. ريحانية، ريحانية في وسط الملعب. تغيير لجهة اللاعب، فواز على الجهة اليسرى. عرضية داخل منطقة الجزاء أقرب ليزن عرابي، سهلة على يزن، وقف في المكان الصحيح، يخرج إلى الكرة عز الدين عوض لولاة عمي، ولاة، كرة تبقى مع ولاة، يخسر الكرة لكن تعود الكرة إلى عز الدين عوض. ولاة عمي يراوغ ويمر من لاعبي الاتحاد حسن دهان، كرة طويلة من عبد الناصر حسن أقرب إلى ياسر شاهين، عبد الرحمن الحسين بالكعب لعز الدين عوض لكن مقطوعة من حسن الضامن. رمي التماس لعقبة المرعي لعبد الرحمن الحسين لكن يبعدها حسن ضامن لرمي التماس الجديدة. طبعا النتيجة تبقى على حالة، نصف ساعة على نهاية المباراة، الفتوة متقدم بهدف لأحمد الحسين. طبعا ولات عمي ولات عم بعيد الكرة لكن رمي التماس من جديد، الفتوة عم يواصل الضغط. طبعا تبديل سيجرى، سيخرج، سيدخل جميل لعبد الله ويخرج زكريا رمضان. إذا دخل جميل عبد الله هو التبديل الرابع. تحويل الكرة إلى جهة جميل لكن أقرب إلى عمار المسدد. ريحانية معه الكرة مقطوعة لأحمد الحسين، أحمد لعمار المسدد. حسن دهان ينجح بخطف الكرة، حسن، برافو يا حسن. إلى محمد ريحاني لكن أقرب إلى الليث علي. ليث علي يبعد الكرة وكرة طويلة من الليث. عدي جفال بطريق بشكل خاطئ من حسن، من عدي جفال إلى حسن دهان. حسن دهان لكن مقطوعة الكرة. وصلت الكرة لمحمد ريحاني، محمد، محمد ريحاني، محمد، محمد ومعه جميل عبد الله. جميل عرضية من جميل رأسية لكن طالت على لاعب الاتحاد. عرضية جميلة كانت من جميل، لم ينجح علي خليل في استغلال العرضية. تبقى الكرة مع فريق الاتحاد محمود النايف لكن مقطوعة لعدي جفال. عز الدين عوض، عز الدين بيحول الكرة لأحمد الحسين، أحمد الحسين معه الكرة لكن خطأ على محمود النايف لمصلحة عز الدين عوض. طبعا لقطة الإعادة العرضية لجميل عبد الله لكن علي خليل لم ينجح باستغلال الفرصة كما يجب. التبديل الأول لفريق الفتوة سيكون الآن بدخول محمد العبادي. عدي جفال معه الكرة، عدي، عز الدين، طالت الكرة على عز الدين وصلت لحسن دهان، حسن لأحمد كلاسي،
من جديد الكرة مع حسن الضامن، أقرب لعلي بعاش في منتصف الملعب، عدي جفال، عدي يعكس الكرة لكن مقطوعة من ياسر شاهين، وصلت الكرة لجميل عبد الله، جميل جميل لمحمد كيالي. طبعا حطين يسجل الهدف الأول في مرمى جبلة في اللاذقية، إذا هدف أول. كيالي يقع في مصيدة التسلل، إذا تسلل على محمد كيالي. أنس العاجي يسجل هدفا خامسا في مرمى عفرين لصالح البرتقالي، إذا الوحدة يكتسح عفرين في دمشق. إذا تبديل سيخرج عقبة المرعي ويدخل محمد عبادي. التبديل الأول للفتوة. كرة من يزن عرابي، يزن كرة لحسن دهان، كيالي على رمية التماس لعلي خليل، علي ماكل مقطوع من أمام علي عن طريق عمار، عبد الرحمن الحسين من جديد، عز الدين عوض في منتصف الملعب، يعطي كرة طويلة لأحمد الحسين لكن ياسر شاهين بيبعد الكرة لرمي التماس. حتى الآن الاتحاد غائب عن المباراة، التركيز مفقود داخل أرضية الملعب. إذا رمي التماس لعمار المستت أحمد، عمار من جديد معه الكرة بيحافظ على كرته لعدي جفال، عدي بشكل جميل داخل منطقة جزاء أرضية لكن حسن ضامن يبعد الكرة إلى ركنية، يبعد الكرة حسن ضامن إلى ركنية. عدي جفال على الركنية طبعا، عدي ينفذ الركنية لكن مقطوعة من أحمد كلاسي، وصلت الكرة لمحمد ريحانية، رجعت الكرة لعدي جفال عم بيغير جهة اللعب، عبد الرحمن الحسين، عبد الرحمن داخل منطقة جزاء دبل كيك لكن تمر بجانب القائم، مرت بسلام، صعبها على حاله عبد الرحمن الحسين طبعا. فتوي ما زال متقدم بهدف، 65 دقيقة مضى من عمر المباراة. عبد الرحمن الحسين، عبد الرحمن على الكرة، رمي التماس الاتحاد، دهان، دهان عم يمشي بالكرة، دهان، دهان خسر الكرة. طبعا الفتوي عم يطبق مبدأ الضغط العالي على لاعبين الاتحاد، دائما عم يجبروا لاعبين الاتحاد على خسارة الكرة أو إخراج لرمي التماس. كرة محولة داخل منطقة الجزاء لكن أقرب إلى خالد حاج عثمان. ليث علي لعلي بعاج لكن مقطوعة عن طريق محمود النايف، تعود لعز الدين عوض بشكل سريع إلى لاعبي الفتوة. كرة طويلة من ولاة عمي إلى عبد الرحمن الحسين، أحمد كلاسي، أحمد عم يمشي بالكرة للدهان، دهان للاعب فواز بوادغجي، كلاسي من جديد، كلاسي عرضية داخل منطقة الجزاء لكن مبعدة من عبد الناصر حسن. عدي جفال بشكل سريع، هجمة مرتدة سريعة للفتوة، عدي، عدي لأحمد الحسين لكن ياسر شاهين يبعد الكرة. ياسر، ياسر عم يحافظ على كرته ويمشي فيها، بيغير جهة اللعب لجهة فواز بوادغجي لكن أقرب لولاة عمي. العبادي للجفال، الحسين لكن تمريرة كانت قصيرة، أقرب إلى محمد كيالي.
وصلت الكرة لمحمد ريحاني، محمد ريحاني لجميل عبد الله، جميل على الجهة اليسرى، جميل عاوي يحاول يمر بعيد الكرة لمحمد ريحانية. كرة بوسط الملعب، محمود النايف، محمود عم بيغير جهة اللعب، فواز داخل منطقة الجزاء، فواز معه الكرة، الحكم يشير إلى إكمال اللعب ولا وجود لركلة الجزاء كما يطالب الاتحاد. أحمد الحسين على الكرة، أحمد عم يشري بالكرة، وصلت لعز الدين عوض، عبد الرحمن الحسين معه الكرة، عز الدين معه الكرة، عز الدين بوضع التسديد، عز الدين عم بيسدد لكن طرطت بدفاعات الاتحاد. وصلت الكرة من جديد لمحمد العبادي، محمد العبادي عم يتوغل، محمد عرضية داخل منطقة الجزاء لكن أقرب إلى جميل عبد الله، جميل ارتداد سريع من جميل، يلا يا جميل، ارتداد بشكل سريع إلى حسن دهان، حسن يعكس كرة بشكل خاطئ لفواز، علي بعاش في منتصف الملعب يقطع الكرة من أمام فواز بوادقجي، ترجع الكرة لعبد الرحمن الحسين، علي بعاش يخسر الكرة، فواز تخرج كرة فواز يا رمي التماس، يبدو أن محمد غباش عم يساعد لدخول أرضية الملعب، وبهيك رح يكون الفريق الاتحاد استنفذ تبديلاته الخمسة. دخل حسن دهان ومحمد كيالي ومحمود النايف وجميل عبد الله، مقطوع الكرة رجعت لمحمد العبادي معه الكرة لعز الدين عوض، عز الدين، عدي جفال، عدي المسدد معه الكرة، عم يتعرض لمضايقة المسدد، بيحافظ على كرته، علي خليل ينجح بخطف الكرة، علي خليل على مشارف منطقة الجزاء، تغيير جهة اللعب لفواز لكن مقطوعة من ولاة عمي، محمد العبادي وارتداد سريع، رجعت الكرة لأحمد كلاسي، مقطوعة النايف، تغيير جهة اللعب لجميل عبد الله، جميل لوحده على اليسار، عرضية داخل منطقة الجزاء من جميل لكن أقرب إلى يزن عرابي، الفتوي أفضل، أكثر تركيز بأرضية الملعب، كرة مع حسن دهان، حسن وصلت كرة لعلي خليل لكن مقطوعة من ولاة عمي يشتت الكرة، طبعا الاتحاد يضغط في الدقائق السابقة يريد تسجيل هدف التعادل، لا يريد أن يخسر أمام جماهيره في حلب، يريد أن يعود بنتيجة المباراة، العبادي معه الكرة، عز الدين عز الدين لعدي، ترجع الكرة مع عدي جفال، محمد عبادي على الجهة اليسرى من ملعب الفتوة إلى عز الدين في وسط الملعب، عز الدين لكن كرة طويلة بدون عنوان تخرج إلى ركلة مرمى، محمد غباش راح يدخل أرضية الملعب، التبديل الأخير لفريق الاتحاد قبل ثلث ساعة على نهاية المباراة، بشكل كامل راح يكون الاتحاد استنفذ تبديلاته الخمسة، جميل عبد الله عم يبعد الكرة من أمام أحمد الحسين وتبديل، وسيخرج فواز بوادقجي ويدخل محمد غباش، إذن يدخل محمد غباش إلى أرضية الملعب ويخرج فواز بوادقجي، الاتحاد استنفذ تبديلاته، خطأ لمصلحة محمد ريحاني، دهان لمحمد ريحاني، طالت على محمد ريحاني، خرجت إلى ركلة مرمى، ثلاثة وسبعين دقيقة عمر المباراة، ما زال الفتوة متقدم،
ما زال هدف أحمد الحسين هو عنوان هذه المباراة. محمد غباش بعيد الكرة لياسر شاهين، كرة طويلة من حسن الضامن لمحمود النايف لكن مبعدة من ولاة عمي، ترجع الكرة للغباش في وسط الملعب. غباش كلاسي، غباش من جديد، غباش وكرة طويلة داخل منطقة الجزاء لعلي خليل لكن يخرج يزن عرابي ويبعد الكرة، خروج في المكان في الوقت الصحيح من يزن عرابي، تبعد الكرة إلى ياسر شاهين، ياسر عم يخسر الكرة، عز الدين عوض عم يخطف الكرة من ياسر لعدي جفال، طالت الكرة على عدي، طبعا كان ممكن تكون التمريرة أقصر، عدي جفال ما تزال معه الكرة العبادي، عبادي عضي للعبادي لكن مقطوعة من دفاعات الاتحاد، تبقى الكرة مع عبادي، حسن دهان وكرة طويلة، كرة طويلة لكن أقرب إلى يزن عرابي، كرات كانت غير مركزة طبعا في اللقطة الماضية، تصدي كان لي أو خروج صحيح ليزن عرابي، كرة طويلة من يزن عرابي لكن مقطوعة من محمد غباش تصل إلى عدي جفال لكن مقطوعة من جديد، عز الدين في وسط الملعب، عز يحصل على خطأ عز الدين، ولاة عمي لجميل عبد الله عم يقطع الكرة، جميل معه الكرة للدهان، ترجع للكيالي، ريحانية، ريحانية عم يخسر الكرة لكن عم يحصل على رمي التماس، تبقى الكرة مع ريحانية وبيحصل على خطأ الريحانية، الريحانية معه الكرة بالخطأ اللي حصل عليه، تقدم للاعبين فريق الاتحاد للأمام، ريحانية، ريحانية وتوزيع الكرة داخل منطقة الجزاء ورأسية لكن مقطوعة، ترتد من الدفاع تعود إلى الاتحاد، حسن دهان، حسن عم بيحاول يسدد لكن طويلة وسهلة تصل إلى يزن عرابي، وصلت سهلة ليزن عرابي، تبقى كرات الاتحاد غير مركزة على شباك الفتوة وتبقى النتيجة على حالة تأخرهم بهدف أمام الآزوري، الآزوري متقدم بهدف أحمد الحسين عند الدقيقة 15، كيالي عم يقطع الكرة من أمام محمد العبادي، تغيير لجهة اللعب، الفتوة، عز الدين، عز الدين وكرة طويلة للعبادي، عبادي عم يجي لجهة اليمين بهذه اللحظات، عرضية وصلت لعدي جفال، عدي على مشارف منطقة الجزاء، عدي عم يتوغل، عدي عدي عدي، جول، جول ثاني لعدي، عدي جفال عم يسجل الهدف الثاني، جول جميل من عدي جفال عم يوسع الفارق، عم يقتل الاتحاد بهدف ثاني، عدي جفال يسجل الثاني للفتوة، الفتوة عم يسجل الهدف الثاني بالدقيقة 76، عرضية كانت جميلة من محمد العبادي والإكمال الأروع كان من عدي جفال، الاتحاد يتعرض للخسارة القاسية على أرضه، إذا عدي جفال يعزز النتيجة بهدف ثاني، عدي جفال توغل وسدد بمرمى الحاج عثمان، كرة كانت وهدف جميل من عدي، توغل وسجل، طبعا غضب لجماهير الاتحاد الحاضرة في أرضية الملعب تشاهد فريقه وهو يخسر بهدفين دون مقابل أمام الفتوة، طبعا الفتوة يسير إلى انتصار الثاني خارج أرضه هذا الموسم، الانتصار الأول كان على الحرجلة بهدفين دون مقابل ويسير إلى انتصار الثاني على الاتحاد في حلب بعد انتصار عام 1967-68، علي بعاج في وسط الملعب، علي
عودي جفال صاحب الهدف الثاني لعز الدين. عبد الرحمن الحسين، عبد الرحمن او احمد الحسين عفوا صاحب الهدف الاول طبعا. احمد طبعا الفتوي سيجري تبديلاته، سيدخل وسيم جفلي واسعد الخضر. ياسر شاهين يبعد الكرة، البعاج لعز الدين، عز الدين وكرة مبعدة ترجع للبعاج بوسط الملعب. علي بعاج عم بيسدد، علي بعاج تسديد لكن عالي عالي يا علي. تبديلات، سيدخل اسعد الخضر ويخرج عدي جفال. اذا التبديل الثاني للاتحاد للفتوة عفوا، سيخرج عدي جفال صاحب الهدف الثاني. عدي يخرج ويدخل اسعد الخضر، ايضا سيدخل وسيم جفله، سيدخل وسيم جفله ويخرج احمد الحسين صاحب الهدف الاول. وسيم جفله يدخل ويخرج احمد الحسين. الفتوي متقدم بهدفين نظيفين. احمد الجلاد غير جهه غير لون الفتوي بشكل كامل. وسيم جفله، وسيم وسيم طلعت الكره على وسيم، اقرب الى حسن دهان الحجي، الحجي لكن يبعد الكره، اقرب لعلي بعاج، علي لعز الدين. تتحول الكره لكن مقطوعه، وصلت لجميل، جميل معه الكره، جميل جميل للغباش، غباش وكره طويله وتغيير جهه اللعب لمحمود النايف لكن اقرب لولاد عمي. ولاد ولاد بشكل خاطئ عم يعطي الكره لعلي خليل، علي خليل معه الكره، علي 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 عرضيه لكن تخرج من ولاد الى ركله ركنيه. إذا ركلة ركنية لعناصر فريق الاتحاد. الفتوي مع أحمد جلاد تغير جلته بشكل كامل، من الفرق الشرهة هجوميا. وسيم جفلي عم يبعد الكرة، وصلت للريحانية، ريحانية تسديد ريحانية لكن مبعدة، مبعدة لركنية عن طريق الليث علي. ركنية ثانية للاتحاد على التوالي. الريحانية، ريحانية على الكرة، تنفذ الركنية لكن تخرج، خرجت كرة الريحانية إلى ركلة مرمى. طبعا باللقطة الماضية التسديدة اللي سدد محمد ريحاني لكن أبعدت عن طريق الليث علي. يزن عرابي على الركلة الركنية. إذا كنا نتحدث عن أحمد جلاد اللي عاد للفتوة ليحقق معه الانتصارات. ياسر شاهين يبعد الكرة، وصلت لعلي بعاج، علي بعاج طبعا عم يشكل ثنائيه حلوه في وسط الملعب مع عز الدين عوض. مقطوعه الكره من علي بعاج، وصلت لعبد الرحمن الحسين لكن تقطع من امامه. رمي التماس لمحمد كيالي. حسن دهان طويل الكره، اقرب ليزن عرابي. ثماني دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة. الفتوي مرتاح، الفتوي متقدم بهدفين، أحمد الحسين وعدي جفال. مقطوعة الكرة من أحمد كلاسي، كرة مع وسيم جفلي، وسيم بيعطي الكرة لأسعد الخضر، أسعد على الجهة اليسرى، أسعد الخضر على مشارف منطقة الجزاء، وسيم وسيم جفلي، وسيم عم بيحاول يسدد لكن عم ترتطم الكرة بحسن الضامن. تأخر وسيم بالتسديد، تبقى الفرصة قائمة. كرة مع أحمد كلاسي، يبعد الخطر عن منطقة الاتحاد، أقرب الكرة إلى الليث علي، ليث إلى عز الدين. أسعد الخضر، أسعد أسعد ومحاولة عرضية لكن تخرج الكرة إلى ركنية، الركنية للفتوة. الركنية، أسعد الخضر على الركنية طبعا عم يتقدم
عم يتقدم عبد الناصر الحسن، تنفذ الركنية، ترجع لأسعد الخضر، أسعد عرضية داخل منطقة الجزاء، مبعدة من ياسر شاهين، تسديدة من محمد عبادي، ترجع الكرة عند عبد الرحمن الحسين، عبد الرحمن لوسيم جفلة، وسيم معه الكرة، وسيم وعرضية لعبد الناصر حسن، تسديدة من عز الدين لكن بأحضان خالد حاج عثمان. الحجي عم يسرع اللعب، الكرة مع علي خليل لكن مقطوعة من الليث علي. جميل، يلا يا جميل، جميل عبد الله معه الكرة، محمد كيالي، كيالي وعرضية لكن بعيدة عن الملعب، تخرج خارج أرضية الملعب. يزن عرابي على ركلة المرمى، وصلت الكرة لأسعد الخضر، أسعد عم يتواخر على الجهة اليسرى، أسعد خطير لوسيم جفلي، عبادي داخل منطقة الجزاء، تمرير داخل منطقة الجزاء لكن مبعدة وبترجع لعند جميل. يلا يا جميل، برافو يا جميل، سريع، انطلاقة سريعة من جميل. عبد الله عم يعطي الكرة لحسن دهان، حسن لمحمود النايف، محمود عم يسدد لكن عم ترتطم الكرة بعبد الناصر حسن، تخرج الكرة لرمي التماس. كانت الانطلاقة السريعة من جميل عبد الله، كانت انطلاقة جميلة من جميل، عرضية داخل منطقة الجزاء مبعدة، أسعد الخضر، أسعد تغيير جهة اللعب لمحمد العبادي، محمد وكرة بينية لكن مقطوعة من ياسر شاهين. غباش في وسط الملعب لحسن دهان، حسن دهان وكرة طويلة غير مركزة تصل سهلة جدا عند يزن عرابي اللي عم يكتسب الوقت وحقه الطبيعي. 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، الوحدة يسجل الهدف السادس في مرمى عفرين، كرة طويلة لكن مقطوعة من ياسر شاهين، ترجع الكرة لوسيم جفلي، وسيم في وسط الملعب، تمرير خاطئ لكن محمد عبادي كان سابق الكرة. جميل عبد الله، جميل عم يحصل على خطأ، دفع لعلي بعاج على جميل عبد الله، سلامات للاعب جميل. إذا أسامة أومر يسجل الهدف السادس للوحدة في شباك عفرين. أكبر نتيجة في هذا الموسم هي هذه النتيجة. جميل عبد الله على مشارف منطقة الجزاء، جميل عم يتوغل، جميل داخل منطقة الجزاء، عرضية يجي جميل لكن لا وجود أي لاعب من الاتحاد، ولا لاعب من الاتحاد يدخل ويشارك في الهجمة، تخرج إلى خارج أرضية الملعب، الركلة ركنية طبعا، هون كان توغل الجميل من جميل والعرضية لكن لا وجود لأي لاعب من الاتحاد ليكملها، رغم أن الفريق متأخر بهدفين لا يوجد شيء يخسر هذا الفريق. كرة تصل لأسعد الخضر، مبعدة من عبد الناصر حسن، رمي التماس عند حسن دهان، حسن دهان مع الكرة، محمود النايف، محمود عرضية تبقى مع محمود لكن مقطوعة من عبد الناصر حسن، عرضية من جديد لكن يزن عرابي واقف في مكانه الصحيح دائما. يزن عرابي يسير نحو الكلين شيت الرابع بهذا الموسم. عز الدين لأسعد الخضر، أسعد الخضر بيحافظ على كرته لكن مقطوعة، بيحصل على خطأ، إذا خطأ لأسعد الخضر. علي بعاج في وسط الملعب لأسعد الخضر، عز الدين يخسر الكرة، حسن دهان انطلاق سريع من لاعبي فريق الاتحاد، حسن لمحمود أو لمحمد ريحانية على مشارف منطقة الجزاء، عم يعكس الكرة لجهة جميل عبد الله، جميل وعرضية داخل منطقة الجزاء لكن مبعد من دفاعات الفتوة. ياسر شاهين
عم يبعد الكرة بشكل خاطئ. عز الدين عوض هو من يحصل على الكرة. محمد العبادي، محمد وسيم جفلي لمحمد عبادي، جفلي من جديد، وسيم وسيم في منتصف الملعب لعلي بعاج. عز الدين عوض، ليث علي، ليث عم يعيد الكرة ليزن عرابي، تدوير للكرة بين عناصر نادي الفتوة. طبعا جبلي يسجل هدف التعادل في مرمى حطين في اللاذقية. كرة مع حسن دهان، حسن لعلي خليل، النايف، نايف يلحق بالكرة على الزاوية، كلاسي، عرضية لعلي خليل لكن مقطوعة. تبقى الفرصة قائمة، تصل الكرة إلى أسعد الخضر، وهجمة، محاولة هجمة مرتدة لكن مقطوعة من أحمد كلاسي من جديد. تسديدة غير مركزة من حسن دهان. الشرطة يقلص الفارق أمام تشرين، 3 أهداف لتشرين مقابل 2 للشرطة. إذا الشرطة ينجح في الدقائق الأخيرة بتقليص الفارق. الكرة مع عمار المستت، عمار عرضية داخل منطقة الجزاء، وصلت لأسعد الخضر، أسعد الخضر، عز الدين داخل منطقة الجزاء، عز الدين يبحث عن حلول، أسعد الخضر معه، عرضية لعز الدين، رأسية لكن تمر بجانب القائم، رأسية من عبد الرحمن الحسين. الثاني لحطين، يسجل حطين هدفه الثاني بمرمى الجبلي مصطفى جنيد. إذا بالنتائج الحالية طبعا الاتحاد هنا متأخر بـ2 والشرطة متأخر على أرضه بـ3 أهداف لـ2 أمام تشرين. النواعير متأخر على أرضه أمام آل كرامة. حطين متقدم على جبلي، والوحدة يكتسح عفرين بـ6 أهداف لـ1، والوثبة متقدم على الطليعة بـ2. 3 دقائق بدل من ضائع، هي 3 دقائق احتسبها الحكم في رأس الطويل. جميل عبد الله، عرضية وصلت لعلي خليل لكن علي خليل يخسر الكرة. عرضية كانت جميلة في اللقطة الماضية. عز الدين عوض، هجمة مرتدة للفتوة، وسيم جفلي، وسيم للعبادي، عبادي على الكرة، عبادي لوسيم، وسيم بعيد الكرة للمستت، علي بعاج مستت، ليث علي، عبد الناصر حسن، عبد الناصر لولات، ولات معه الكرة، عم ينجح محمود النايف بخطف الكرة من أمام ولات، وبيحصل على خطأ محمود، يرتكب ولات، أو جميل عبد الله هو من يحصل على الخطأ وليس محمود. جميل عبد الله يحصل على خطأ من أمام ولات عمي، ولات عمي دفع ثمن الاستهتار أمام جميل. إذا خطأ من مكان مثالي للتسجيل لتقليص الفارق. 4 تسديدات للفتوة مقابل تسديدتين للاتحاد. الركنيات 5 للاتحاد، لم يستفد بأي منها مقابل ركنيتين للفتوة. 5 حالات تسلل على الاتحاد مقابل حالة واحدة على الفتوة، وكانت بطاقة صفراء واحدة على ياسر شاهين في المباراة. من سينفذ الكرة؟ خطأ حصل عليه جميل على عبد الله. محمد غباش لكن يرد الكرة يزن عرابي. تبقى الفرصة قائمة، علي خليل لكن مرتد من دفاع الفتوة. أسعد الخضر إلى عبد الرحمن الحسين، عبد الرحمن الحسين لكن مقطوع الكرة من أمامه أحمد كلاسي. تبقى الفرصة قائمة، عرضية داخل منطقة الجزاء، وصلت للريحانية، ريحانية داخل منطقة الجزاء، ريحانية لكن الكرة تبقى قائمة. يبعدها ناصر حسن إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية. الاتحاد يضغط في الثواني الأخيرة، طبعا في وقت الإعادة كانت التصدي الجميل من ياسر عرابي للركلة الثابتة اللي نفذها محمد غباش. تبديلات للفتوة، سيدخل محمد السلامة ويخرج علي بعاج،
ودخول لميسر العرسان، إذا تبديلات لألفتوة وخروج لولات عمي. تبقى الفرصة قائمة مبعدة تصل إلى يزن عرابي بشكل جميل يبعد الكرة. طبعا يبدو أن المباراة انتهت بشكل نهائي. كرة طويلة وصلت لعبد الرحمن الحسين، عبد الرحمن مبعدة من أحمد كلاسي. جميل عبد الله، جميل على الكرة، جميل بتمريرة لحسن دهان. حسن للنايف، نايف على الجهة اليمنى عرضية لكن مبعدة. عز الدين بيراوغ محمود النايف وبيعلن الحكم فراس طويل عن نهاية المباراة بتقدم الفتوة وفوزه بهدفين مقابل لا شيء للاتحاد. سجل الفتوة أحمد الحسين وعدي جفال.